السلام عليكم. ممكن في لون يعجبك في الصورة بس انت مش عارف اسم اللون دوت ولا رقمه عايز تجيبه، فتقدر من خلال موقع كانفا دوت ان انت تقول له ابلود اني ايمج وترفع اي صورة من عندك، وكل نقطة عندك هيبدأ يقول لك ده اللون ده اسمه ايه او رقمه ايه. طيب خلينا نقول له مثلا بيكتشر، نختار مثلا الصورة ديت مثلا، بص قال لك اللون دوت اسمه كذا والرقم بتاعه كذا، ده اسمه كذا والرقم بتاعه كذا. تقدر تعمل له كوبي بحيث ان انت تروح في اي مكان وتقدر ان انت تختار اللون دوت في التصميم بتاعك. دي هيبقى لفة الالوان اللي هي المتشابهة والمتناسقة مع بعض.